زي ما قلنا الريزيستنس، غير الريزيستنس يتغير قدامه الفولت والامبير، خد لهم اوم كذا قرايه، وبعدين ابتدى يعوض في الجدول اللي تحت ده. هنا القرايات بتاعتنا انتنسيتي 2 البوتنشال ديفرنس 4، زادت الانتنسيتي تزيد قدامها البوتنشال ديفرنس. المهم الاثنين واحد، الريشيو بينهم بتكون ثابته، يبقى بيزيدوا بنفس الريشيو. هنا لما خد ديفايدد للفي اوفر اي اللي هي كونستنت فاليو، الكونستنت فاليو دي بتساوي الكوندكتور ريزيستنس. كان هنا موصل كوندكتور، لو حضرتك واخد بالك ومركز هتلاقي ان هنا في جهاز متوصل مع الفولتميتر بارل، الجهاز ده ليه انترنال ريزيستنس. طب احسبها ازاي؟ هو حسبها بالطريقه دي، يبقى حسب الانترنال ريزيستنس بتاعت الجهاز انه خد قرايات مختلفه للار للفي والاي، حسب منهم كميه الار، يبقى كده وصل لاوم، لقانون سماه باسمه اومز لو، ده من القوانين المهمه في الكهربيه. electric current intensity path through conductor is directly proportional with the potential difference. هنا بنقول ان الكرنت انتنسيتي عباره عن دايركت بروبوشن، الكلام ده بس بشرط يكون عند ثبات التمبريتشر. من الفاكتورز اللي بتاثر في الريزيستنس التمبريتشر، التمبريتشر بياثر في الريزيستنس، بس حاجه يعني مش فعاله معانا السنه دي، مش بناخد لها قوانين، بس تبقى عارفها ان اي موصل او اي ماده جود كوندكتور توصيلها للالكتريستي بيختلف حسب التمبريتشر، بيتغير بتغير التمبريتشر. وصل اوم للقانون بتاعه اللي هو الفي ايكوال ار تايمز اي، وهنا وصلنا لمجموعه من الكونسبتس اللي لازم تكون عارفها، ومثلث مهم جدا جدا لازم تبقى عارفه عشان ده اللي بتحل بيه كل المسائل اللي هتجي لك عن اومز لو. الريزيستنس ده عباره عن الريشيو بتوين بوتنشال ديفرنس بتوين تو اند اوف كوندكتور اند كارنت انتنس باث ثرو ات. في بعد كده ثلاث تعريف خاصين بالاوم، سايبهم قدامك على الشاشه، ثلاث ديفاينات خاص بالاوم والامبير والفولت. واحد يقول لي مستر طب ما احنا خدنا ديفاين للفولت قبل كده، ده ديفاين تاني اكوردنج تو اومز لو، ما يختلفوش مع بعض، لكن ده بيبص للفولت من منظور وده بيبص للفولت من منظور تاني، ده بيبص للامبير من منظور اومز لو، والتاني بيبص من اللي خدناه قبل كده كان بيبص للامبير من حسب الكوانتيتي اوف الكتريك تشارج او النمبر اوف كولوم اللي بيعدي 1 سكند. طبعا كده انا قدمت لك يعني بحاول شرح للليسون ده، اتمنى ان ربنا يكون وفقني وقدرت اوصل لك الفكره والليسون. ذاكر، حل اي استفسار موجود، انا معاك على الماسنجر على الواتس، ابعت لي الاسئله بتاعتك وان شاء الله في اقرب فرصه هكون متاحه معاك الاجابه تكون قدامك، اقدر ابعت لك الاجابه. شكرا ليكم وشكرا لوقتكم.